بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وضحت في الحلقة اللي فاتت بالأدلة والبراهين الموجودة في الكتاب المقدس إن المسيح لم يمت على الصليب، والكتاب المقدس ده هو اللي بيؤمن به المسيحيين، ودايما بيكون مرجعهم وبرهانهم في إثبات عقائدهم زي عقيدة الصلب أو عقيدة التجسد والفداء والثالوث وغيرها من العقائد اللي تم نسفها من داخل الكتاب المقدس نفسه. لكن عوام المسيحيين ما يعرفوش بعض الحقائق عن وحي الكتاب المقدس، وده يدل على أن إيمانهم بالكتاب المقدس هو إيمان أعمى لا يستند إلى أدلة وشواهد وفحص وتدقيق، لأنهم بيقولوا سمعنا وأطعنا على أي كلام يصدر من القساوسة. وده اللي خلى واحد مسيحي يكتب تعليق على الفيديو السابق اللي عملته وسألت سؤال واحد، هو هل مات السيد المسيح على الصليب؟ فقال المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث، وقبل ما يشهد إنسان شهدت كتب منها الكتاب المقدس وكتب تانية كتير ونبوءات تنبأ بها الأنبياء قبل مجيء المسيح بأجيال كثيرة، وأكثر من 3000 مخطوطة بتأكد كلام الكتاب المقدس. وفي الآخر تيجي أنت تكذبي كل ده وعايزة تصدقي نفسك؟ لا، الكتاب ده غصب عنك وعن أي حد. طبعا ناقص يقول غصب عن المسيح نفسه وغصب عن الكتاب المقدس كمان. فعلشان كده حبيت اوضح الحقيقة اللي ما يعرفهاش عوام المسيحيين، وهي ان المسيح عليه السلام ما كتبش العهد الجديد، وما امرش كمان اي حد من تلاميذه انهم يكتبوه. واللي بيأكد الكلام ده الاب بيار نجمي في كتابه مدخل الى العهد الجديد صفحة 7. يسوع المسيح لم يكتب أي من كتب العهد الجديد، ولا نجد إنه قد طلب من تلاميذه كتابة البشرى الحسنة. مش بس كده، ده كتبت أسفار الكتاب المقدس مجهولين، وأسماء المنسوب إليهم الأناجيل تم وضعها بعد وفاتهم بقرون. وكتاب العهد الجديد نظر أرز السقسية صفحة 22 بيأكد المعلومة دي وبيقول يؤلف الكتاب المقدس مكتبة كاملة من الأسفار المقدسة المكتوبة في فترة تمتد حوالي 1000 سنة من القرن العاشر قبل الميلاد إلى الأول وبعده. وضعت الكتابات المختلفة بالعبرانية واليونانية وبعض الأجزاء بالآرامية، وفي الأغلب ألفها كتاب مجهولون عاشوا في ظروف تاريخية معينة وعالجوا أمورا مهمة بالنسبة إلى جماعاتهم الدينية. وعلشان علماء المسيحية عارفين ان المسيح ما كتبش الانجيل ولا امر تلاميذه انهم يكتبوه، اعترفوا ان الانجيل مش كتاب منزل من عند الله ولا موجود في اللوح المحفوظ. والقس فهيم عزيز في كتابه مدخل الى العهد الجديد صفحة 76 يقول هذا الامر يختلف عما يقوله الاسلام من ان الانجيل نزل على يسوع او عيسى بلغة القرآن. فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين، وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ، ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها. ويوضح فاضل سيداروس في كتابه يسوع المسيح في تقليد الكنيسة صفحة 18 الفرق بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، إن القرآن هو كلام الله، أما الكتاب المقدس فهو تقليد كنسي. فيقول وهنا تكمن أهمية التقليد الكنسي، فالأناجيل نفسها قد بنيت على التقليد، فهي مجموعة تقاليد جماعية جمعها الإنجيليون بحسب هدف لاهوتي خاص بكل واحد منهم، وفي ذلك اختلاف عن القرآن مثلا، فليس هو ثمرة تقليد جماعي، بل هو بالنسبة إلى المسلمين كلام الله الذي أنزله من دون أن يكون للإنسان أي دور فيه، ويقتصر دور محمد على تبليغه فقط. وصدق الله إذ يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وده معناه ان الكنيسة ممثلة في القساوسة والرهبان هي اللي عملت الاناجيل وضحكت عليكم وقالت لكم ان الكتاب المقدس وحي من الله، واتضح في النهاية ان الكتاب المقدس بيستمد سلطته من الكنيسة، وده اللي بيوضحه كتاب الكنيسة الارثوذكسية ايمان وعقيدة صفحة 17، واللي بيقول فيه الكاتب
إذا كان المسيحيون أهل الكتاب فإن الكتاب المقدس هو كتابهم، ولا ينبغي أن ينظر إليه وكأنه فوق الكنيسة، بل هو في الكنيسة يعاش ويفهم. لذلك لا يجب فصل الكتاب المقدس عن التقليد. الكتاب المقدس يستمد سلطته في النهاية من الكنيسة، لأن الكنيسة هي التي قررت في الأصل ما هي الأسفار التي تؤلف الكتاب المقدس، وهي وحدها التي تستطيع تفسيرها بما لها من سلطة حقه. والحقيقة دي بتصدم عوام النصارى لما يعرفوا ويقولوا ازاي الكلام ده. ده احنا دايما حافظين النص الموجود في رسالة بولس لأهل تيمساوس الثانية اللي بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. طيب اقول لكم على حاجة تصدمكم، النص ده اللي بيقنعكم عن طريقه ان الكتاب المقدس وحي من الله ومعصوم من التحريف في تحريف وتم تغييره لتدعيم فكر اللاهوتي زي ما هم متعودين على كده. فالنص في أصل اليوناني بيقول كل كتاب وليس كل الكتاب، والدليل إن في ترجمات نقلت النص ده قبل التحريف. وعلى سبيل المثال نلاقي النص اللي موجود في طبعة الدومينيكان صفحة 1253 بتقول إن كل كتاب قد أوحى به من قبل الله مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. وبالرغم من التحريف اللي تم في النص، إلا إن علماء المسيحية اعترفوا إن النص ده مش بيتكلم عن العهد الجديد، إنما بيتكلم عن العهد القديم فقط. ففي كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ اللي رجعوا وقدموا لنا الأنبا رفائيل بيقول في صفحة 54: بداية يجب أن نسأل عما كان يقصد بولس عن كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيمساوس منذ طفولته. لا يمكن أن يقصد العهد الجديد، لأنه لم يكن مكتوبا حين كان تيمساوس طفلا، بل إنه لم يكن قد اكتمل حتى زمن كتابة بولس لتلك الرسالة إلى تيمساوس، ولم يجمع حين ذاك العهد الجديد كما نعرفه حاليا. وبالتالي نرى في تلك الآية وفي أغلب إشارات العهد الجديد إلى الكتب المقدسة أن بولس يقصد أسفار العهد القديم. ومعنى الكلام ده باختصار إن مفيش نص في العهد الجديد بيقول إن الكتاب اللي بيؤمن به المسيحيين حاليا هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، علشان دي كانت عبارة عن أعمال اتكتبت بشكل عشوائي. وبالتالي يتضح أن الكتاب المقدس مش دليل على أن الله بنفسه هو اللي شهد بعملية صلب المسيح، وأن الأخبار اللي انتشرت عن عملية الصلب كانت عبارة عن كلام سماعي غير مكتوب وتم نقلها عن طريق السماع من شخص آخر، وما كانتش شهادة عيان لناس شافوا عملية الصلب. فبالتالي فشهادة العهد الجديد عن صلب المسيح باطلة، لأنها روايات حدثت بالسمع فقط وبدون وجود شهود عيان على الواقعة. أما كلام الصديق المسيحي اللي بيقول إن في أكتر من 3000 مخطوطة بتأكد كلام الكتاب المقدس، واضح إنه ما يعرفش إن المخطوطات الأصلية اللي بيتكلم عنها مفقودة. وبيأكد الكلام ده المؤلف يوسف رياض في كتابه وحي الكتاب المقدس اللي بيقول فيه: أشرنا في الفصل الأول أن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبه الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم. فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. وضياع النسخ الأصلية أكبر دليل على تحريف الكتاب المقدس. فالنسخ الأصلية للكتاب المقدس ضائعة وما نعرفش هي فين. فمن الأفضل ليك ما تتكلمش عن حاجة بدينك وبدين معتقدك. ومن خلال العرض السابق نلخص بعض الحقائق اللي توصلنا ليها، وهي المسيح ما كتبش العهد الجديد ولا أمر حد من تلاميذه إنهم يكتبوه. كتبت أسفار الكتاب المقدس مجهولين، محدش يعرف أصلهم ولا فصلهم. الإنجيل اللي بيؤمن به المسيحيين حاليا هو كتاب مش منزل من عند الله ولا موجود في اللوح المحفوظ زي القرآن الكريم باعتراف علماء المسيحية. والقرآن كلام الله، والكتاب المقدس تقليد كنسي باعتراف علماء المسيحية. الكتاب المقدس بيستمد سلطته من الكنيسة، لأن الكنيسة هي اللي قررت الأسفار اللي بتؤلف الكتاب المقدس. وعلشان كل الحقائق دي ما ينفعش نستند على الكتاب المقدس كدليل وبرهان على صلب المسيح عليه السلام، لأن ما بني على باطل فهو باطل. ومع ذلك هرد في الحلقات الجاية إن شاء الله على النصوص الموجودة في الكتاب المقدس واللي بيستدل بيها المسيحيين على صلب المسيح. فيا صديق المسيحي،
ابحث وفتش الكتب. أنا بتعب وبطلع لك المعلومة بطريقة سهلة علشان أسهل عليك الموضوع، فلازم تبحث وتفتش زي ما المسيح قال لك في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عدد 39: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. ففتش وابحث علشان تعرف الحقيقة فين. ولازم تسأل نفسك أنت ليه مسيحي؟ لأن الإنسان هيعيش مرة واحدة، وأنا خايف عليك وعايزك تعرف الحقيقة اللي بيخفوها عنك علشان تفضل أسير ليهم والأفكارهم. فالإيمان مش بس بالعاطفة، المسيح مات علشانك، اتصلب علشانك، وعلى حساب الدم أنا مفدي. فحاول تبحث وتدور على الحقيقة بنفسك. وفي النهاية أشكر الله عز وجل، وأتمنى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.